الكلمة الآن للناشر جريدة الآن الإلكترونية الأخ زايد الزيد، يتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير يا أخوان. الشكر بالبداية للأخوان في السور الخامس على هذه الدعوة الكريمة وعلى بدء هذا النشاط اللي بإذن الله يعني جاي ليتوج الحراك ويبدأ أو يعني يحركه بشكل ممتاز لإصلاح أوضاعنا السياسية، وهذا مطلوب من الشباب وأيضا من النخب السياسية ومن الجميع. أخونا أبو سعود النائب فلاح الصواغ يمكن كفانا عناء التعداد عناصر فشل الحكومات ناصر المحمد الست في خلال 5 سنوات، وبالتالي ما راح نردد عناصر هذا الفشل، لكن مع وجود الإشارات اللي تقول أن ناصر محمد باقي، ما أعتقد أن الأسرة الحاكمة ستجازف برصيدها وبثغلها وبسمعتها في التمسك في رئيس وزراء أثبت فشله وأدخل البلاد في فتنة طائفية وفتنة فئوية ومزق البلد، وحدثت سرقات كبرى في عهده، وشفنا أسلوب العطايا والهبات لم يتوقف ولم يوفر لا نائبا ولا ناشطا ولا إعلاميا. فيعني لا العقل ولا المنطق يقول أن الأسرة الحاكمة تتمسك برئيس وزراء من أبنائها بهذه المواصفات، وإلا ستخسر الكثير. احنا يا اخوان نشهد تغييرات عالمية وتغييرات في المنطقة عصفت بأنظمة حكم، وواضح انها ستعصف اليوم بعد في هذه الايام في اخرى، وايضا بعضها جاي في الطريق، ولا اعتقد احنا بعيدين عن هذه الاجواء. نعم نحن نختلف معها باشياء ونتشابه معها باشياء اخرى، نختلف معها او نتشابه معها بان هذا حراك ضد الظلم، حراك يريد الكرامة للناس، يريد الحرية للناس، ليست ثورات جياع. هذه الثورات لاحظنا ليست ثورات جياع، ربما معظم اللي المنظمين لها والناشطين فيها شباب يتعاملون حتى في الدول الفقيرة مع عنده كل واحد عنده لابتوب وعنده موبايل بأحدث المواصفات، وبالتالي نحن نتشابه مع هذه الدول في هذا الهم وفي هذه الهموم، هموم الكرامة وهموم انعدام الحريات وهموم نقص الكرامات، وأيضا موضوع الفساد والسرقات التي يعني أزكمت أنوف الجميع في هذه الدول وفي كل دول المنطقة. لكن نختلف معها نعم في موضوع، احنا بالكويت بيننا عقد اجتماعي بيننا وبين الأسرة الحاكمة، الحكم موجود للذرية من أبناء مبارك كبير، وأيضا الحكم والسيادة للأمة الكويتية للشعب الكويتي في أن يحكم ويقرر مصيره في كل أمر، حتى في اختيار ولي العهد اللي هو أمير المستقبل. الأمير يرشح ولي العهد والاختيار للأمة، ومن حقه أن يرفض الاختيار الأول، وإذا عرض عليه 3 اختيارات يرجح أحدها، فبالتالي الشعب الكويت حتى يختار أميره. لكن احنا عندنا المشكلة أن السيادة المنصوص عليها بالدستور الكويتي هي سيادة منغوصة وغير مطبقة بالكامل. نعم منصوص على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، ولكن الشعب فعلا أنا أعتقد يمكن من الشعارات المفيدة في المرحلة الجاية أن الشعب يريد السيادة، نريد سيادة كاملة وغير منغوصة. لذلك نحن بعيدين عن ما يحصل في الدول الأخرى في موضوع عزل الأنظمة وإسقاط رؤسائها، لكن نحن نريد ليس فقط يعني إسقاط ناصر المحمد. أنا أعتقد صار مسألة وقت ووقت غريب جدا بإذن الله، لكن نريد إصلاحات حقيقية ربما تطال الدستور، فلنستعد لهذا الأمر ونشارك فيه. أيضا أدخلونا في ممارسات غير دستورية، لم يجعلونا نطبق الدستور، كان التهديد في السابق في موضوع الحل غير دستوري، بعد التحرير تعدلت المعادلة وتغيرت المعادلة وأصبح إتلاف المجلس من الداخل، قاموا بشراء النواب، للأسف الشديد معظم النواب في جيب الحكومة، مجلس فاسد، وبالتالي هذا الوضع هو اللي يوصل هالحراك، هذا يخليه ينشط بشكل كبير
لأن لو تلاحظون في مصر وفي تونس وحتى في ما يجري في اليمن وغيرها من دول أيضا مرشحة أنظمتها للسقوط، كانوا يقولون إحنا عندنا ديمقراطية، عندنا برلمان وعندنا أحزاب وهناك صحافة، الشكل شكل الدولة موجود، نعم شكل الدولة العصري موجود، لكن الفساد بشكل كبير موجود. لذلك لو تلاحظون البرلمان المصري يعني فاسد وبين اليوم، واللي انقط بالسجن من البرلمان ولا من الحكومات، كل عناصر الفساد في هذه الدول اليوم قاعدة تنقط بالسجن. اليوم رئيس الحكومة يقول وزير الداخلية المصري راح يحاسب وتكون محاكمته علنية أمام الشعب المصري، حتى يبين مصاد يعني يبين عناصر الفساد وتبين مراحل الفساد وممارسات الفساد بالكامل. يمكن واحد ما ودي يكرر، لكن إذا كنتوا تتكلمون عن مجلس وعن أن الأغلبية بيدنا واللي تبون تسوونه سووه، اليوم الرئيس يقول أنا مستعد لمئة استجواب، يعني نقلا عن النائبة سلوى الجسار، إحنا نقول إذا تبون المجلس يشتغل صح وقفوا شراء الأصوات، وقفوا شراء النواب، وقفوا إعطاء الهدايا والهبات للناس، للكتاب، للإعلاميين، للجمعيات النفع العام، ما خليتوا يعني أحد ما اشتريتوا إلا من رحم الله. لو كانت الممارسات السلطة وليس الحكومة فقط، الحكومة الخفية لو كان ورئيس الحكومة واحد من عناصرها، لو كانت ممارساتها سليمة ولو كانت تبتعد عن شراء الولاءات وشراء الأصوات والتدخل بالفرعيات وما خلوا مظهر من مظاهر العمل السياسي والمجتمع اللي تدخلوا فيه، لشهدنا ديمقراطية حقة وصحيحة. لذلك أعتقد أن التغيير يجب أن يطال هذه الممارسات ولا يكتفي فقط بعزل أو إسقاط رئيس الحكومة، لأن المسألة مسألة وقت. آسف على الإطالة، شكرا لكم.